Super non classé. مع أيمن معتوم. هو من خلال البرومو متاع الفقرة تفهموا كل شيء، معناها الجو العام مع أيمن معتوق والمحقق أيمن معتوق. تحياتي ليك أيمن. تحياتي محمد، تحياتي خليل، تحياتي حسان والناس اللي يسمعوا فينا كل ديك صح. أيمن مرحبا بيك. طبعا نحيوك على نسب المشاهدة العالية والمتابعة العالية لهذه الفقرة الأسبوعية، تحقيق الأسبوع في فقرة أفير نون كلاسي. طبعا تلقاو هذه الفقرة على باش فيسبوك ديوان أفام وعلى شان يوتيوب ديوان أفام، وتسمعوها كل يوم خميس في برنامج هنا تونس ملف جديد، مش ترجع من خلاله لنوفمبر 2019 من معتوك. أي في أفير نون كلاسي ضد النسيان باش نرجعوا بكم عامين التالي القضية الماديسون. آدم بوليفا 23 سنة مشى ليلة السبت 16 نوفمبر 2019 باش يحتفل بعيد ميلاده هو وأصحابه. العشرة متاع الليل كلم بوه وسام باش يجي يطفي معاه شمعات الجاتو. وسام بوليفا اللي كان محضر كادو كرهبة لولده القادم على عرس بعد 4 أشهر خلط عليه الملهى الماديسون، أما اللي صار حتى حد ما كان يتوقعه. آدم يتقتل نهار عيد ميلاده والفرحة تتحول المأساة. شنو صار نهارتها؟ نسمعوا وسام بوليفا بوضحية. كما تسويه هذيك ما نعرف شنو هو هذا الشيء. قال كلمه زيد، قال له تعلم زيد بابا قاعد معايا في الطاوله، ما انا في الطاوله ما انا نقص كلمه زيد. تلفت له سويه هذه نحب ناكد عليها الكلمه هذه، قال له انت الليله بالذات مش مروح ما باك هيك ما مشيش 3 دقائق 4 دقائق وشوف الطاوله والعام جاي رمني جابك اللي باوتي جاب جزمة السكيورتي واللي سويه الاخرين اللي يخدموا معاه ونهان عليه غير شديد. هذا بنحمي فيه ويبني نعم فيه كله سيبوها ودي منها سيبوها ودي يفكوا فيه مني يفكوا فيه مني. إذا بي أنا من كريانة بيد منها تذهبت دخلوا علي بالضرب كسروا لي راسي كسروا لي فمي كسروا لي سنتي خلعوا لي كتفي ديجا ساتيفي كامل عندي سقوط 10% من التبيب الشرعي عطاني راكوا فينا بالضرب. هو خرجوني أنا من الباب البرانسيبال في القاعة يزدوا فيه في القاعة كيشو ليقة حاشاك يزدوا فيه في القاعة بالضرب في المهم وانا قاعد في القاعة وهم يزدوا فيه فهمتين وجبدوا يادم اللي يرحموا وفكوه مني يادم ويخرجوا فيه من الباب الاخر بتاع خدامة بتاع سيرفيس غاديك يادم عيتولي عيت لي باب سقتلوني يا باب سقتلوني يا باب ومن هاك الكلمة فهمتين. هم وقت دخلوه مغاديك يادم يقتلوه قتلوا لي ولدي فهمتها. اليوم بعد أكثر من عامين والقضية ما دخلتش مرحلة المحاكمات خطر ما زالوا في مرحلة التكييف القانوني صحيح لواقعة الوفاة. كل جهة قضائية تعطي وصف قانوني لواقعة الوفاة مغاير للجهة الأخرى، بين اللي تقول قتل عمد وبين اللي يقول عنف ناتج عنه القتل وبين اللي يقول العنف الناتج عنه القتل دون قصد القتل. نسمع سامي سويسي محامي عائلة آدم. وقع هذيك بعد البحث فيها من فتح البحث وغيري وقعت القتل العمد جاء قاضي تحقيق قال لي هذه مش وقعة قتل عمد هذه وقعة عنف نجم عنه قتل. جاءت النيابة تعرف في قرار قاضي تحقيق وشاءت دائرة الاتهام ذهبت إلى بعد ذلك اعتبرت الجريمة والنص القانوني بتاعها صحيح والعنف نجم عنه قتل دون قصد القتل. النيابة من المرة الثانية تعرف في قرار دائرة الاتهام قالت لي أنا النص القانوني هذا مش صحيح. حين حتى محكمة التعقيب محكمة التعقيب كما كنت أقول لك نقضت وعودة رجعت لذات الاتهام إعادة النظر في التكييف القانوني للوقاية. يعني ما زلنا في مرحلة التكييف القانوني معناها نحن إلى حد الآن ما زلنا في مرحلة التكييف القانوني الصحيح للوقاية. اليوم ما دخلناش مرحلة المحاكمات ما زلنا ما دخلناش مرحلة المحاكمات. بصراحة خبيلة كبيرة وأكثر من عامين والتوى ما استقرش الرأي على مسألة التكييف القانوني لواقعة الوفاة والتوى ما انطلقتش المحاكمات. أما في خضم هجوج ما هذه كل المتهمين 7 اللي جبدوا في القضية ومن بينهم عون الحراسة المتهم الرئيسي في القتل وينهم وهل ما زالوا موقوفين ولا؟ نسمعوا محامي الموقوفين بلال التزني. قررت دائرة الاتهام الإفراج على جميع المتهمين في قضية ما يعرف ماديسون. نعاودوا ديما نرحموا نحن على المرحوم آدم لكن هذه زاد حقوقهم تاع عباد وتم توجيه تهمة المشاركة في معركة اليوم اللي أقصى عقوبتها هي 2 سنين. فما متهم أخير من غير ذكر أسامي يعني هو قاعد في حالة إيداع والبقية كل في حالة صراحة. جميع الموقوفين في القضية تم إطلاق سراحهم وفيهم اللي استوفى عقوبته وباش يتحاكم في حالة سراح مع الإبقاء على عون الحراسة اللي توجهت له تهمة قتل نفس بشرية عمدا. هو الوحيد اللي مازال موقوف في القضية هذه كل. نرجع لوسام بوليفا والد الضحية اللي يقول إنه لليوم ضغوطات وتهديدات قاعدة توصله وإنه مهدد هو زاد بالقتل من قبل مجموعة مجهولة اللي وصلت حتى لمحاولة اختطافه. أنا مدين بالقتل أنا في دار أنا مدين بالقتل أنا بعد تشوف البسيط بعيد مشو خطفوني أنا حبوا يا منا منافسون حبوا يعملون منا ربك والمعبود سبحانه وتعالى منا أولاد الأمة أولاد
قاعد من عملنا هوني جيت كذا بقدم المحل متاع ادم على ياه ما عنده محل مطعم ادم في بيتزاوية في مقويت جيت بتهديد جيت ناس تهدد عليه بروفوكاسيون وحبوا معناها قتل معناها تهديد بالقتل تهديد بالقتل معناها الحكايه من زيت مساواه. من بين الشخصيات المشهورة اللي تجبد اسمها في ملف قضية الماديسون هي مريم الدباغ اللي بعد ما توجهت لها تهم بكونها هي اللي حرضت أعوان الحراسة على ضرب آدم بوليفا كانت حضرت في برنامج إذاعي مباشر الدافع على روحها وفجأة ظهر شخص في البلاتو اسمه معتز العكرمي أما بدل لقب وقدم روحه على أساس قريب آدم بوليفا ولا اسمه معتز بوليفا وكان يدافع على مريم الدباغ بشراسة ويقول ما عندها حتى دخل في تحريض أعوان الحراسة على ضرب آدم وإنه كان حاضر في السهرية وقتها. الزوز وقتها تحل فيهم بحث تحقيقي مريم الدباغ بتهمة حمل شخص على الإدلاء بالشهادة زور ومعتز العكرمي بتهمة انتحال سيفة الغير وبث إشاعة أخبار زيفة هو تحكم بعام سرسي في القضية هذه مزال يتحكم على قضايا أخرى. وبالنسبة لمريم الدباغ المحكمة حكمت ابتدائيا نهار 17 نوفمبر 2021 بعدم سماع الدعوة في حقها بعد ما فات معرفتها بالشخص هذا. شنوما المؤيدات اللي اعتمدها لسان الدفاع باش تخرج مريم الدباغ عدم سماع الدعوة نسمع محاميها بليل التزني. نحن الدفعات نتاعنا القضية كانت حمل شخص على شهادة زور نحن الدفعات نتاعنا كانت على وجهتين الوجهة الأولى هي من ناحية الواقعية ومن ناحية الشخص هذايا اللي يدعي كونه واحد حاب يعطينا فلوس دونك هذايا هو كشخص ما تنجمش تكون عندك ثقة في التصريحات نتاعو خاطر التظاهر على مر الوقت اللي هو إنسان مريض نفساني يحب يلتصق بأهل الشهرة يحب يدعي كونه صحافي كونه مخرج كونه شرطي وأنا ذي إنسان يعاني من اضطرابات نفسية من جهة أخرى كونه ما أثبتش كونه عنده حتى كونتاكت بيه ما يعرف ما تعرفوش في الدنيا جملة عمرها ما قابلته في حياتها جابش أي إثبات لدعائية نتاعو قاعد مجرد خاطر ما جاب حتى إثبات اللي هو عنده كونتاكت بذيته وهي ما أثبت حتى كونتاكت لا تليفونيك لا مساج لا فيسبوك لا انستغرام أثبت حتى شيء عنده كلام في الهواء. حكم ما عجبش والد المرحوم آدم بوليفا اللي مصر انه مريم الدباغ اعطت فلوس المعتز العكرمي باش يؤدي شهادة زور ويبيض لها صورتها وقال انه باش يبقى يتبعها وطلب منها بصريح العبارة سيب الطفل خلي يرتاح في قبره. هذا غير له مبلغ باقي من مريم الدباغ جبي لها صورتها معناها وعداك وهكا فهمتني هي تصرف هي خليها تهبط تعمل البوز نتاعها خد خدمة باهية وخليها فرحانة يا جماعة أنا بالنسبة لي أنا لازم أنا مزيان حتى باش نحط ولدي باش ناخذ وأنا مزيان نستعرف عليها اللي هو خذا مبلغ مالي من عندها وعملوا مكافحة مع بعضهم عملوا مكافحة وبعد تقول لي خلاص عاد بن سماع الدواء كتبت لي فيديو نتاعي كتبت الفيديو بروفوكاسيون ما هو مهبط فيديو على الانستغرام ما على الانستغرام على البادية كان بدش هو هم بنشتو يزاي بتقول خلي يوتيها في خطر يزاي بتقول خلي يوتيها. ملخص قضية الماديسون والد آدم بوليفا مازال يتعرض للتهديد الجهات القضائية عامين وشهرين والتو يتناقشوا في طبيعة واقعة الوفاة هل هي قتل عمد ولا عنف ناتج عنه القتل ولا قتل دون قصد والمحاكمات التو ما بدتش. الموقوفين السبعة ستة منهم خرجوا في حالة صراح وحتى الملهى الليلي الماديسون اللي تقرر غلقه رسميا من قبل ولي تونس الشادلي بوعلاق نهار 18 نوفمبر 2019 وسحب رخصة المشروبات الكحولية اثر وجود تقصير من قبل إدارة الملهى اليوم رجع حل ورجع يخدم باسم جديد ويا ناس ما كان باس اكثر من عامين وقضية قضية الماديسون ما زالت افير نون كلاسي. شكرا لك أيمن معتوق على هذا التحقيق على أيضا العودة لهذه القضية اللي كانت واحدة من أبرز القضايا اللي هزت رأي العام في السنوات الماضية الملفت للانتباه في هذه القضية محاكمات الفيسبوكية اللي صارت لأعوان الحراسة وقتها وناس طالب بإعدامهم وأشياء من هذا القبيل لكن هنا نشوفه اليوم ستة منهم برأهم القضاء إلى حد الآن على الأقل طالما وأنه أطلق صراحهم يعني ما فماش شبهات قوية حول تورطهم في عمل ما ولكن القضية ما زالت ملغزة نتفهموا ربما حالة نفسية أو مطالب والد آدم الله يرحمه لي في نهاية الأمر وجاعة كبيرة على وده لكن ننتظروا أنه القضاء يبت نهائيا في هذه القضية ويعطي لكل ذي حق حقها. ذكرت مواطنة واحدة من المواطنات في هذا التحقيق قلت مشهورة فيش بالضبط مشهورة عبر الانستغرام حسين عيدي. شوف هي قضية آدم بوليفا وقضية الماديسون كما برشا قضايا في تونس إشكاليات كبيرة تكشف بريمو الخلل في المنظومة القضائية متاعنا البطء تكشف كذلك عن الاختلاط الحابل بالنابل وأنه القضاء أصبح من عملية البحث عن العدالة للجميع إلى محاكمات افتراضية الناس الكل تعطي الراحة أحقية تحكم وتصدر. قضية آدم بوليفا الله يرحمه ويصبر أهله واللي مازالوا ملكومين
فيها مشكلة كبيرة اليوم انك بعد 6 عامين نحكيه على عامين تحديدا انه القضاء متاعك عاجز عن انه يكيف قضية قانونيا ربح ذاتي مهزلة من جملة المهازل الالاف المهازل عايشينها بشكل يومي. هذه مهزلة قد يكون القضاء متأثر حسين خلينا نقولوها بصراحة راهو حملة كبيرة صارت على الموقفين في الفترة هذه يعني صارت محاكمة في الاعلام ومحاكمة في الفيسبوك وفما توجيه واحيانا راهو القضاء يتأثر بقضية كي تكون قضية عادية تولي قضية راي عام تواصل الكل يحكيوا عليها القضاء يعني شئنا ما بين القاضي بشر في نهاية الأمر يزم يكون فما شجاعة للبت والحسم نهائيا في هذه القضية بقطع النظر على طبيعة الوقاعة. علاش أقول لك إشكالية الوقاعة هي اللي تحكم في القضاء وقاعة الرأي العام وفيسبوك والهرج والمرج اللي يصير غادي كينا ما يعنيش القاضي الضغط اللي تسلط عليه ما يعنيش لازمك تهيئ قضاك انه يهتم بالوقائع. الوقائع اللي عنا والصور الموجوده من 2019 انه فما عنف تمارس على مواطن كان يرتاد مكان خدمه يدفع في فلوسه في بلاصه كلافات راحه وتمرمد وصار في مسار وتم وفاته قتله او وفاته هذاك تركوا فيه هناك عنف ادى الى العنف ادى الى ماذا الى الوفاه. هذا هو كيفاش تكيف انك تكون تعتبر كونه عنف عن قصد ولا غير قصد. راه خلينا عقلانيين وقت ال 16 شخص ولا اكثر من 3 من الناس يتشموا على شخص يضربوا فيه شنو نيته يطيبوا له بخاطره يمسدوه فما نيه عنف عنف نجم على القتل هو العنف عن قصد عن غير قصد ما يهمكش عنف اقضي على العنف. هذه المشكله الكبيره انه نحن طبعنا مع العنف طبعنا مع العنف في كل فضاءاتنا في الفضاءات الخاصة في الفضاءات العامة في كل حتى في فضاءات الترفيه. لكن الوقاعة أيضا حسين ما زالت غامضة شنو اللي وصل الأمور باش تتعكر بالطريقة هذيك لليوم ما زلنا ما نعرفوش لأنه عندك أغزلي ما تلاقيش تعرف أنه أجهزك الكل نحكي خلينا نحفر كور لأنه أنا ما أعتقدش وأنه عون حراسة غاديك خبزيست ولد بابله يحب تصير مشكلة باش يلقى روحه في نهاية الأمر مطيش في الحبس. لأنه ما نعتقدش لكن ما نعتقدش أيضا صاحب محل من أشهر المحلات راهو المحل هذا اللي نحكيو عليه في تونس العاصمة أنه يتسكر له المحل ويتشمع وما إلى غير ذلك في الوقت اللي فما مواطن شغل فيه فما نستخدم فما تسترزق فما دورة اقتصادية كامل. هذاك نحكيو على المنطقة محمد أبا نحن راهو عندنا سنوات ربي ونحن والمنطق ولينا في قطيعة كلية. تحكي على سلوك انت خطاني متوازيين ما غادي ولن يلتقيين الا بمعجزه الهيه جديده. الاشكال الكبير اللي عندك هو انك عندك العنف استشرى وما جبهتوش فنتج عن ما نتج العون الامن ما يحبق عون الحراسه ما حبش يقتل او نيته القتل ولا ما ندخلش في نيته ندخل في فعله مارس فعلا ام لم يمارس. راهو هذه مشكله كبيره تعرفوا ليه تونس الكل تصيح وتعيط تقول فلات من العقاب كان عند الامنيين وعند المسلط نحن ساعه كتوانس يلزمنا ننهاو مع رواحنا تبرير فلات من العقاب لسلوكياتنا الخاطئه اللي يدخلك في الانترديت برا سايب ويتعدى ما يتعداش غلط لازمنا نتحملوها لازمنا ننهاو هذه السياسه بتاع الفلات من العقاب اللي ولات ثقافه مجتمعيه رهيبه. واحد تنهي العنف والتطبيع معاه تنهي راهو حتى ريتا واحد ما رجعش بالتاريخ اما لو انه فقط كان اعتداء بالعنف وخرج السيد فانه الرواد ذلك المكان يلزمهم يفهموا مليح انه هذا المكان لم يعد امنا ما عادش ارتدوه. اي بلاصه في تونس اي بلاصه يتمارس فيها العنف على شخص قاطعوها اي عنف تراه قدامك وقفوا راهو تحبوا نتطوروا تحبوا نتحسنوا تحبوا نخرجوا من الشيء اللي نحن فيه راهو لازم زاد سلوكنا نحن يتغير واضح. يتغير بان ما عادش نبروا وندعوا الفلات من العقاب ونحاربوا العنف بكل مظاهره. خليل عباس حسين يقول لك يلزم نحارب العنف. هي اولا محمد جريمه بشعه وابشع ما فيها الجريمه هذه انه معناها الولد يتقتل قدام بوه. هي المشكل وين معناها يجبنا نتخيلوه راهو بو ادم بوليفه هو يشوف في ولده محمد قاعد يتضرب ويضربوا فيه عدد كبير من الناس وهو قاعد يحب يحميه يتضرب معاه ويحاول انه يمنعه ما ينجمش يمنعه ويبدا يشوف في التصوير من اللي ولده كان قاعد بحذاه يولي ولده جثه هامده معناها بضعه امتار عليه. صح هذا الجانب الاول هي جريمه في كل الحالات بشعه يكون القتل عن قصد ولا عن غير قصد هذه جريمه بشعه ونفسانيا معناتها نجم نتفاهم وضعيه. ثانيا محمد عامين توا والتطور والتكييف القانوني توا ما تعملش يعني هل معقول هذه يعني شنية هل هي جريمه معقده هل نحكيو على مافيا هل نحكيو على جرائم دوليه هل نحكيو على جريمه صارت في 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 بلاصه في الماديسون في كاباري ولا في بار ولا في اليوم يعني هذه
ثم عدد مشهود، ثم عدد من المتهمين، وثم دي كاميرات سورفيانس، وفما يعني القضية اللي تتطلب عامين. ولكن هاو الإشكال الكبير، نحن ما هو مفروض أنه عندنا التور التحقيقي والتور القضائي من بعد، ثم تور آخر تكييفي آخر يعملوه العباد، تور تقريبا ولا يعملوه بطريقة أوتوماتيكية، كل واحد يتم اتهامه في أي قضية كانت ثم تدخل قضائي وعن طريق المحامين اكسيتيغا، ثم تدخلات من نوع آخر تصير مع قاضي التحقيق، مع القضاة ومحاولة إرشاء القضاة، محاولة التأثير على قاضي التحقيق يمشيوا لهم لديارهم. تقريبا ولا هذا سلوك معناها آلي محمد في كل عملية قضائية. الناس ولات تمشي لديار القضاة وديار حكام التحقيق، وأول سؤال اللي تسأل حكم التحقيق ذاك عنا معاه ولا ما عناش معاه، نعرفوه ولا ما نعرفوهوش، عنا ليه ثنية ولا ما عناش ليه ثنية. ثم كي تلقى أنت في نفس الوقت، وهذه المصيبة الكبرى، في كل مرة تلقى فيها اسامي كبير وشخصيات معناها بوبليك، دي بيرسوناليتي بوبليك، راهو الأسئلة ونقاط الاستفهام والفيجيلانس سورتو يلزمها تكون مضاعفة، لأنه معناها للأسف الناس هذه عندها علاقات كبيرة، علاقات موجودة من في داخل الدولة، علاقات مع كل الأسلاك، علاقات في كل القطاعات، وهذايا يؤثر في مجرى التحقيق. عامين توا ما ينجموش يعرفوا السيد هذايا مات بأما طريقة، ثم أنه ثم نسق هبط من القتل العمد، هبطنا للعنف الناتج عن القتل، هبطنا للقتل دون قصد، القتل دون قصد، العنف دون قتل. يعني زاد ظاهر انه ثم نوع من معناها التلكؤ في فتح ومعناها محاوله كشف الحقيقه في الملف هذا. هي اللي تعطي التكييف يا عمين محمد، عمين ماهيش قضيه دوليه هذه، مش لانه الناس قضيه مافيا، ماهيش قضيه دروغ وقضايا، الناس ما عندهمش علاقه بها شيء محمد. هذه قضيه مش يلموا العباد، كنت مفروض انها تتعمل في ظرف شهر او شهرين يفهموا شنو اللي فهم. يعني بعمين تتفسخ الادله ولا تزيد ادله جديده؟ شنو الحاجة جديدة؟ السيم متاع الناس اللي حاضرين في الماديسون نهارتها الكل، قائمة كاملة عندهم، لكاميرات سورفيونس عندهم، اللي صار عندهم، الشهادات عندهم. يعني هذه نوحلو فيها نحن، نقهليو قضية كمن هكا محلولة، وبوه مسكين معناتها نهار كامل وهو يستنى في حق ولده على الأقل المعنوي، ومعناها بمنطق انه شنو معناها عامين تو القضية. وهذه اشكال اشكال عام، اربع سنين حابس ريت سبحان ربي. كيفاش؟ قلت لك اما في شهر نحكموا على رئيس سابق باربع سنين حابس. ولا والحاجة الأخرى، الحاجة الأخرى الغريبة هذه ديما تصير في كل مرة تتسكر فيها مؤسسة خاصة أو 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 ماهيش خاصة، معناها العملية نتاع التحايل ولا الظاهرة، يمشي يبدل الاسم، فقط يبدل الاسم يعاود يخدمه كأن شيئا لم يكن. امشي شوف تلقى نفس البروبيو، نفس الملكين ونفس الخدام ونفس كذا وكأن شيئا لم يكن. والإشكالية هذه ماهيش فقط شعبين الناس تقاطع حسين، لا لا قانونية، ما تعملش عليه التحايل. نعرفك ونعرف شكون وراك ونعرف تمويلاتك ونعرف شركائك ونعرف الاسهم نتاعك ونعرف كذا، مش معقول انه معناها تسكر مده قصيره من بعد تبدل فقط مجرد معناها تغيير الاسم وتعاود تحل وتخدم وكأن شيء لم يكن. الناس هذه تدخل في برشا فلوس، تدخل في برشا فلوس، مفروض انها تحمي والحمايه نتاع الناس الزبائن نتاعهم تصير مش بطاقم كبير، ما تصيرش ديزاكسيدون مش... خليل ما تصيرش ديزاكسيدون، يعني يصيروا ديزاكسيدون اما الناس تتحمل مسؤوليتها. ما تبقاش القضية عامين، صاحب محل يعني يرضى يصير اللي صار يا محمد. تو انت متنقض من جهة مش متنقض، ناس تدخل في برشا فلوس، ومن جهة فما واحد يقبل تصير جريمة قتل في المحل نتاعو، الناس تدخل برشا فلوس، اشكاليتهم انهم ماهوماش قاعدين يصرفوا على حماية الزبائن نتاعهم محمد. واشكال الحمايه متعده، واشكال الحمايه كثيره، الملائكه في مثل هذه الحالات لا مش زبائن نتاعك هذايا ولا زاد الشارع، مش في الشارع. انا ما نعرفش انا نشوف في الركاجات وفي النطره وفي اما هذايا قاعد القباحه وفي العنف شكلا محمد، هذايا وليد عمره 19 سنه، عمره 19 سنه معاه ابوه، ما نعرف انا ما نعرفش شنو اطوار القضيه، ولكن نحكي على اللي سمعته تو من عند ايمن والوقائع المنشوره. طول عمره 19 سنه قاعد هو ابوه يدوروا فيه، ما نعرفش قداش من واحد يضربوه لين يقتلوه، يضرب ابوه يفشخوه ثم يحاولوا انهم يخطفوه من بعد. هذه تثير التساؤلات محمد. هو للتدقيق المرحوم ادم بوليفا كان عمره 23 سنه، 23 سنه توفى نهار عيد ميلاده. على كل حال ننتظر بت القضاء في هذه القضيه لتبقى افير نون كلاسي. شكرا لك ايمن معتوق، الموعد يجدد معك كل يوم خميس في برنامج تونس من خلال هذه الفقرة لشعارها ضد النسيان.